هو طبعا بالنسبه للتجربه الكوريه طبعا هي خدت التقنيات كلها بتاع العالم وبدات تطورها وعامله طبعا مشروعات، انا بعتبر المشروعات اللي تعتبر جيده جدا بالنسبه للصرف الصحي. المشروع طبعا بيعالج الصرف الصحي معالجه ثلاثيه ودي حاجه مهمه جدا، وايضا ان هو تكلفه يمكن نقول ان هي نعتبر انها معقوله في الوقت الحالي. وهناك ايضا تجربه جديده بالنسبه للمعطات الصغيره وتقنيه جديده خالص، ودي بتاخدش لا حزم الارض ولا التركيب بتاعها بياخد فتره زمنيه، يعني ممكن اول محطه تعمل في خلال شهر لانها بتتعمل زي كونتينر بتتركب وبتاخد قطاع معين، ودي بتحتاجش حتى الحمأة اللي بتطلع منها بتتعمل كقوالب، ما بتطلعش بقى عاوزة عربيات نقل، هي حتى بتعملها كقوالب تطلع وبتستغل في التسميد الزراعي. ده طبعا احنا بالتجربة حاليا محل دراسة، ودي هنبدأ ان شاء الله خلال الفترة القادمة نبدأ نطبقها في مصر، وحاليا بيقوم بيها الدراسة بتاعتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة الصرف الصحي في وزارة الإسكان، وأيضا وزارة المياه المحلية شريك أساسي مع الاثنين فيها. وبالنسبة للتكنولوجيا المتقدمة بنشرك الهيئة العربية للتصنيع في نقل هذه التكنولوجيا.